بعيدكم داز مزيان وخدمات من ديتو. البنات جينا اليوم نبارطاجيو اليوم معاكم لبسات جداد، غندير لكم لبسات جداد اللي تما اللي دخلناهم في الصود، وغندوز لكم حتى المستعمل. خليوكم معنا حتى لاخر الفيديو، دعمونا باللايك وبالبارطاج وخليوكم معنا لاخر فيديو. البنات غنبدا لكم بهاد التكشيطه غوز بيبي كيف ما كيبان لكم في الفيديو تماما. البنات هانتوما شوفوا فيها بريزه فيكم، غنقرب لكم باش تبان لكم الخدمه، والخدمه هابطه حتى لتحت. هاد البيسه كتلبس حتى لثلاثه، شوفوا كيفاش تجي بثمن الصود. البنات البيسه اللي تدي اليوم 500 درهم، الباسي اللي مشاو ب 900 درهم 1000 درهم اليوم 500 درهم. شوفوا كيفاش دايره البنات، لبسها كلها هابطه بالتنبات وفيها واحد الرشيمه من الظهر، انا غنوريها لكم في الجبال. شوفوا كيفاش دايره، نتمنى تكون بانت لكم. كتجي لبسه غزاله في اللون، لون صيفي، لون محبوب. انتما شوفوا البنات كلشي كتكشيطه فنه وثمن زوين، ثمن رمزي. اللي بغات هاد البنات معلا غير تسكرين وتتصل بينا في النمره، غندير لكم كيف ما العاده الفوق. ومرحبا، خليكم معايا ندوز لكم الموديل اخر. موديل اخر البنات في الصود تكيشطات اللي دازو ب 600 درهم 700 درهم، اليوم بقات عندنا بياسه ندوز لكم فيهم البنات. ها هي التكشيطه، شوفوا اللون تاعها الصيفي غزال، هاد البلوسيال كلها مطروزه بالرباطي وتنبات. شوفوا كيفاش دايره، صراحه مخدومه بالبرونز، سفيفه البرونز فيها كميمات هكا. قرب لكم تشوفوا الخدمه كيفاش دايره بطرز الرباطي وتنبات، نبعد لكم باش تشوفوا كيفاش دايره الخدمه. هانتوما البنات شوفوا الخدمه كيفاش دايره في الجلايل ومطرزه حتى من الظهر. التكشيطه اليوم اللي كتبقى البنات ب 500 درهم تبارك الله، غزالين هاد التكاشط لانه بقات وحده وحده البنات، دوزنا لكم بهذا الثمن. شوفوا كيفاش دايره الخدمه، كتلبس حتى 30. وهانتوما مازال نقرب لكم تشوفوا الخدمه كيفاش دايره، كلها مطروزه. هانتوما شوفوا الخدمه كيفاش دايره، هذه البنات خصها غير تصلح لحقاش حنا كن مع كيكونوا الباسي بزاف تنضطروا حنا نطويوهم باش ما يتقلوا ليناش على السانتخ بزاف. كلها بالتنبات وتا اللون فن، هو شويه كليغ على اللي في الفيديو ولكن لون زوين صراحه. اليوم كتبقى بحالها بحال الغوزه البنات ب 500 درهم عليكم اللي هانتوما راه كبر مني. هادي هانتوما شوفوا تقدر تجي حتى الاكس ال. ومرحبا البنات، تكشيطه اخرى البنات اللي داخله في الصود تاع اليوم، تكشيطه نخوات تبارك الله. شوفوا الكميم حتى هي اللي تيبغيو هاد الكميم، تيبغيو الكميم ما تيبينوش طويلين بالخوين. هانتوما البنات تكشيطه غزاله كتلبس بحال ما هكا حتى يعني كيبقى بعيد شويه. الثوب مطروز بالرباطي و ملبت، تكشيطه كتجي فنه كتلبس حتى الدوبل اكس لارج. هانتوما البنات كتجي فنه، راه كبار مني التكشيطه. هانتوما تنوريكم تكشيطه هماويه اليوم حتى هي كتبقى لكم ب 500 درهم كلشي يلبس تكاشطه البنات، ثمن جد مناسب. سميطه هاد السميطه حتى هي راه تنبيعوها البنات، هي في حقها مشات مع هاد التكشيطه جات ملصقه معاها، واللي عجباتها حتى هي راه نبيعوها لها ماشي مشكل. ولدنا دائما مع لوينات الصيف، انا لبست لكم واحد الصومو غزال حتى هو لوين صيفي مخدوم مزيان، تويب هذا واحد الكريب ساتيني. نقرب لكم ليت باش تشوفوا الخدمه، شوفوا التكشيطه كيفاش كتجي هي، راه تبارك الله راه مباشره كتبان حسن من الفيديو، راه تبان تتلمع. غير ديك اللمعه ما بجاتنيش انا في الفيديو، ما تنبغيش نبقى كنبغي نخلي الوينات يبانوا على زعما على حقيقتهم. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، كلها بالحجر حتى لهنا. غادي نوريكم حتى الجلال، كل الجلال منبت. شوفوا كيفاش دايره البنات، هي ديجا في هذه الميزه ان الكم ما تيبينش، الكم معريوتها تقريبا قريب وسط الكعبه، وفي هذا الشيء ما في الظهر. غنعاود نبين لكم البنات حيت غالبا ما تشيكم رشمه، حيت فيها رشمه غير في الظهر. هانتوما شوفوا
شيطان خوا هذه كتلبس 31 في القياس كتبقى لي هو 700 درهم. هذه بقات عندنا بياسه وحده، كلشي هاد التكيشات كاينه وحده وحده بالحاجه، واللي سبقات لها بالصحه والراحه. زوينه التكشيطه فنه، شوفوا الخدمه كيفاش دايره، شوفوا الثوق بالدريس فينيسو عقيدات صغار، هانتوما شوفوا الكميم حتى هو بالدرس. زوينه الخدمه، بغيت نقرب لكم باش تشوفوا كيفاش حقاش خدمه صراحه ما بانتش ليا كيف ما هي. زوينه بصحتها اللي داتها البنات، ودائما البنات مع الميزات اللي بقات فيها وحده وحده. الصريح حتى هو غندوزو لكم، باقي عندنا في هذا اللون، باقي عندنا في الغوش حتى هو ان شاء الله غندوزو لكم. شوفوا هذه كيفاش دايره، ديما انا كنقول لكم اصبروا دابا نقرب لكم تبان لكم الخدمه. التكشيطه كتلبس هي حتى 30، شوفوا كيفاش كتجي زوينه من بعيد البنات. شوفوا جلاي كيفاش مخدومين، كلها محجره هذا الصاري قسط خاص. نقرب لكم باش تشوفوا، هانتوما البنات نقرب لكم الجلال، شوفوا الخدمه كيفاش دايره البنات. كلها هادو راه كلهم ماشي مستعملين البنات، هادو لبسات جداد، ما اللي حنا دابا اللي غندوز لكم مستعملين زعما حيدناهم من الكوليكسيون غادي ندوزهم لكم. شوفوا كيفاش دايره النبات، يعني باش تشوفوا السفيفه، السفيفه ملكيه. هانتوما شوفوا كيفاش دايره، باش تشوفوا البنات التكشيطه كيفاش دايره غزال. هادشي راه تيشع تيلمع تيلمع صراحه. كيف ما قلت لكم في الفيديو ما باينش لكم يلفو غزال التكشيطه. بغيت تشوفوا واش فيها شي حاجه بالظهر الحق، لا كميمات حتى هما. نتوما شفتوا بالدريس، بالدريس في الكول، وزوينه التكشيطه فنه. الا بغات البنات كيف ما ديما معلي غير تتصل بينا بالواتساب. والثمن بغيت نقول لكم البنات، الثمن هذه راه هي ب 500 درهم، كنا دوزناهم ب 600 درهم وهذه كتبقى وحده اليوم عندنا ب 500 درهم، وحتى الحمراء غندوزها لكم ان شاء الله ب 500 درهم. صاري في الغوجه البنات كيف ما قلت لكم بقات بياسه بياسه، حتى هذه بقات منها بياسه وحده. كتلبس هي حتى 31 ولا غير 30 البنات، غير 30 يعني لابش. شوفوا تاهي الخدمه كيفاش دايره، مغيره على الخضره. شوفوا كيفاش دايره النبات، سفيفه ملكيه بالدريس، وهذه راه خياطه باليد البنات. هانتوما شوفوا هذه راه خياطه اليد، عرفتوا واش بانت لكم؟ هاهي شفتوا هنايا خياطه اليد والنبات. راكم عارفين الصاري، الصاري راه تيكون توب هكا. شوفوا البنات غزاله في اللبسه، والحمر طابي غوش حمر مع الحمر. كتبقى تاهي اليوم ب 500 درهم، ونوريكم كيفاش كتجي. اللي تيعجبها الغوجه البنات كاينه غير وحده، مرحبا اللي داتها من المناصب ان شاء الله بالصحه والراحه. شي طفلنا البنات، راه قلت لكم والله الفيديو ما عطيهم حقهم في التصوير صراحه. دابا البنات غندوز معكم البيسات اللي مستعملين، بديت لكم بهذه البيضه تكشيطه خفيفه بحال لابسه بحال ما لابسه والو، خفيفه بزاف مخدومه بزوقت المعلم هما بالصاري. الكميمات بالنسبه لي ما تبغيش هما الكميمات هادو مدوبلين، وكميمات طوال كتلبس الميديوم البنات. هذه ما كاينه غير قاي صغيره، ها انتم كيفاش كتجي غزاله خفيفه، لا تاخذ حتى شي عروسه تخطب ولا شي حاجه محتاجه. المهم هذه التكشيطه اللي مستعمله وكتبقى اليوم ب 400 درهم البنات، زوينه صراحه. شوفوا الكروش البنات، التكشيطه فيها الكروش، اللي بغاتها البنات تواصل معنا على الواتساب. ومرحبا والف مرحبا. تكشيطه اخرى بيضاء البنات، بغيت ندوز لكم بيضين في خطره باش تشوفوهم. هذه التكشيطه كنا دوزناهم وكانوا سولوني عليها بزاف البنات، هما في حقيقه كانوا عندنا جوج، وحده كانت ما ريزيرفياش، وهذه ما بعناهاش لانها كانوا عندنا في هذه ريزيرفاسيون زعما الكره،
ودابا اليوم مثلا ليكيديوها مع تنديروا لها ليكيداسيون مع اللبس اللي مستعمل. شوفوا عندنا حتى هي فنه، نقرب لكم تشوفوا كميمات مدوبلين، وشوفوا الكلوش والفصاله كيفاش دايره. حتى هي التكشيطه اللي كتلبس حتى للميديوم، يعني البانت ويت 28 29. شوفوا كيفاش دايره البنات، ها هي داخل فيها هاد البلوسيان مخدومه بالرباطي بالبرونز، ودخل فيها هاد اللوين هكا البلوسيان. وشوفوا كيفاش كتجي لنا فارشيمه في الظهر، نحاول نبينها لكم حتى هي. هانتوما البنات، وخفيفه خفيفه في اللبس. انا بعدا سحيت فيها والله الا التكشيطه زعما اللي زوينه صاله، وحتى اللون زوين، ماشي البيض هو البلون كاسي، داك البيض مهرس فين متيعجبوش البيض، هذا بلون كاسي البنات. وفيها رشيمه من تحت، نقربها لكم حتى هي. اليوم حتى هي كتبقى ب 400 درهم بحال الاولى اللي دوزنا ب 400 درهم، حتى هادي غندوزها اليوم ب 400 درهم. هانتوما البنات، غير اللي مبغاش يلبس تكاشت، كلشي يلبس تكاشت، كيبقاو تكشيطات زوينين سوا جداد سوا مستعملين، المهم كتجي التكشيطه في اللبسه مزيانه وخفيفه. دائما عند نستعمل البنات، شوفوا هاد التكشيطات هي دو بياس في البوردو، وكلها بتنبات. شوفوا كي دايره، شوفوا بعدا الكلوش غادي نوريكم كيفاش الصاله دايره، فيها الطريزات من فيها التنبات، بتنبات هادي كلها بتنبات. التكشيطه اللي كتلبس حتى ل 28، يعني كتلبس الام. شوفوا كيفاش دايره البنات الخدمه، نوريكم تشوفوا الخدمه كيفاش باينه. وفيها رشيمه في الظهر نوريها لكم، والكلوش في الظهر غزاله. نلبسها لكم، عندنا فيها الوان التكشيطه اليوم اللي تتبقى ب 600 درهم. هانتوما البنات كلها هكا بتنبات في الصدار، وفيها والكميمات حتى هما مطروزين، ما وريتهمش لكم. شوفو حتى هما الكميمات، واللون زوين، وناصح شويه على لي في الفيديو. تكشيطة غزالة، لوين زوين، بياسة وحدة اللي غتجي من لطيفة حتى هي. كيف ما قلت لكم، بياسة بياسة بياسة، اللي ما خداش هاد المرة غياخد المرة الجاية، ما تقلقوش. انت قول الناس اللي ما تلقاوش تيكوموندي واحد التكشيطه ولا قفطان وما تيلقاوش، المره الجايه تاخذوا. هذا الشيء اللي كاين البنات، ما كيكونش بزاف العدد منهم، وحنا خصنا نبيعوا الناس اللي تجيب لنا صيبه. دونك كتبقى اليوم ب 600 درهم البنات، ولبس لكم فيها لون وحده وخليكم معنا. معايا البنات خضر ملكي، هذه طاي كبيره كتلبس حتى 31. نفس الرشمه ديال التكشيطه البوردو اللي لبست لكم، شوفو كيفاش دايره، راه كبيره عليا البنات. شوف خدمه فنه كلها بتنبات. هانتوما حتى راه كلهم حتى هانتوما راه كلها تنبات. غنوريكم صافي كنشيل هاد الفقره ونطيرها كبيره عليا، باش نوريكم غزاله. شوفو البنات كلوش، الا تشوفها تقول لها راه كلوش، ولكن راه هي الفصاله ديالها ايفازي، داك الايفازي اللي عاطي الفوليوم كتبان بحال الكلوش. كتلبس حتى 31، شوف دا كتلبس دوبل اكس لارج. ها هي التكشيطه اللي مات انو باغاطي، شوفوا كيفاش دايره، نتوما رشيمه كيفاش دها كلو. التكشيطه اليوم هي اللي كتبقى ب 600 درهم غزاله، وتا هو التوب ديالها ساتان الحرير، رشيمه في الكميمات هي. هانتوما البنات جيتكم في هاد البيسات تاهي بالبلوغوا، التكشيطة تاهي اللي كتلبس دوبل اكس ال. اليوم ان شاء الله يحرف الحظ شي بنات، ديما كيقول ليا كديري غير الطايات الصغار، هاهما دو طاي اللي كبار البنات. وخدمة زوينة، التكشيطة تاهي اللي مستعملة. هانتوما شوفوا كلها تاهي بالتنبات، طريز في الكم، الضو الظهر حتى هو فيه التنبيتة، وفصاله كلوش. هانتوما شي طرزاله فنه، كتبقى تاهي اليوم بحال الاولين ب 600 درهم، واللي بغاتها مرحبا.
تكاشط البنات مستعملين حتى اليوم هذا الثمن، واللي بغات الحزام راه ديك الساعه نتفاهموا مع الحزام. هاد الحزامات البيع كنبيعوا لي زاكسسوار كاملين، مجدلات، كلشي كاين. ومرحبا بكم معايا البنات في هذا الفيديو، ما تنساوش تعملوا لي باللايك وبارطاجوا البنات. واخر تكشيطه البنات مستعمله في حلقه اليوم، الحلقه اللي قبل من هذه كنت دوزت لكم البيسات في النوار، ما بغيتش نكثر لكم النوار، كل مره تنخلي البيسه اللي تتبان ملبوسه، حيت البنات في حق كيقتنعوا باللبسه اللي قدامهم ملبوسه. ها هي تكشيطه، هي فنه، هذه راه تقريبا جديده البنات، نشوفوا غير من السفيفه ومن الخدمه، شوفوا كيفاش دايره. ها نتوما التويب ديالها زوين، داك البيضي الخفيف اللي ما تيبانش، وفوقاني تاهو ديك المبرة الرقيقة رقيقة رقيقة، لأن تقدري تلبسيها في هاد الموسم ماشي مشكل. وفيها الكلوش، هانتوما شوف تبارك الله زوينة. التكشيطة لي كتلبس 28، كتبقى الميديوم، كتلبس سمول والميديوم. هانتوما شوفو فيها أرجيمة في الظهر، وكتجي ستيل روب، ولي جات هي من ماتيها صحصها وبرحتها. وبهذا البنات كنقول لكم خليتكم على خير، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تكشطات مستعملين وحدين اخرين وموديلات جداد معنا، ديما معنا الجديد، لانكم خصكم غير تدعمونا كيف ما كنقول لكم باللايك. ومرحبا بالجميع معنا، بنات الجاليه، بنات اللي معنا في المغرب، البنات اللي كيتقداو عندنا، اللي تيتفرجوا فينا، كل شيء مرحبا بكم. وتنقول لكم السلام عليكم.